أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل، يا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الليل هي أشد وطئا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا. إن
لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا صدق الله العظيم. حضرة السادة المعزين الكرام، استمعتم إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة. تلا على السمع حضرتكم من فريق القارئ الشيخ محمد مصطفى المصري عضو نقابة القراء بجمهورية مصر العربية والموجه بالأزهر الشريف والمقيم بهذه البلدة. أما بذلك على الصوت والضوء والفراش الحديث والمعرفة الفني إدارة المتوكلين على الله أولاد الجد المقيمين ببندر ومدينة دلقات وكل من أتى بالعزاء فكان سعيه مشكور.